أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عليك أن تميز الفعل والمفعول به في الجملة الفعلية. عليك عزيزي الطالب أن تقرأ درس غوة المدللة قراءة جهرية. الفعل عزيزي الطالب هو الذي يدل على من قام بالفعل، يأتي مرفوعا بعد الفعل المبني المعلوم مثل ذهب الطلاب، أكل الأطفال. أنواع الفاعل عزيز الطالب: اسم ظاهر مثل درس الطالب المجتهد الكتاب في يوم، سار الولد على الطريق الصحيح. أيضا عزيز الطالب الفاعل هو مثل ضمير مثل قرأت الكتاب، أحمد ذهب. التاء في قرأت ضمير متصل في محرف فاعل. أن يكون الفاعل المصدر المؤول حرفا مصدريا. أيضا المصدر المؤول من أن ومع مواليها. أيضا العامل بالفاعل في الفاعل عفوا عامل صريح وعامل مؤول وأنواعه. أحكام الفاعل هي عدم جواز تقديم الفاعل على الفعل على نحو أكل أخوك، أخوك أكل. يجوز أن نقول أخوك أكل، وإعراب هو ضمير مستتر في محل رفع فاعل لأكل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ أخوك. لا يجوز تثنية الفعل والفاعل في آن واحد مثل غادر ممثلان، حيث يجب القول غادر الممثلان، أو مثل غادر ممثلون المكان، حيث يجب أن نقول غادر ممثلون المكان. أيضا تقديم الفاعل وتأخيره على المفعول به. وجوب تقديم الفاعل المفعول به إذا أصبح اختلاط بين الفاعل والمفعول به ولم نستطع التمييز بينهما، مثل لقبنا محمد محمود، أبي أخي. وإذا كان الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر، إذا كان المفعول به محصورا بأداة الحصر إلا وإنما، مثل ما أكل الولد إلا الخبز، إنما أطعمت الأم هندا. إذا كان الفاعل المفعول به ضميرين متصلين مثل تذوقته وكافأته. وجوب تقديم المفعول به على الفاعل إذا كان المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر مثل أكل الولد، طلبه المدير. وإذا كان الفاعل متصلا بضمير عائد على المفعول به، وإذا كان الفاعل محصورا بإلا وإنما. المفعول به عزيزي الطالب يعرف بأنه به لغة بأنه ما وقع في عليه فعل الفاعل، نحو قولك قابلت خالدا. فإذا قلنا ما قابلت خالدا أو لا تقابل خالدا، فإن المراد بوقوع فعل الفاعل على المفعول به هو التعلق بما لا يعقل إلا به. فخالد في الأمثلة السابقة متعلق بالفعل قابل، وإن فهم الفاعل قابل متوقف على خالد أو ما كان مكانه من المتعلقات. وعرفه النحويون بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل سواء كان هذا الفعل فعلا مثبتا، نحو قولنا كتب التلميذ الدرس، حيث جاء الفعل في هذه الجملة هو الكتابة، والتلميذ أوقع الكتاب على الدرس. أم فعلا منفيا نحو قولنا لم يقرأ أحمد القصة. أقسام المفعول به يقسم إلى قسمين، هما الاسم الصريح والمصدر المؤول، وسيتم توضيحهما بالأمثلة. مثل الاسم الصريح، يأتي المفعول به اسما صريحا نحو قولنا قابلت امرأة صالحة، وتعرف هذه الجملة كالآتي: قابلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وامرأة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المصدر المؤول، يأتي المصدر مصدران مؤول نحو قولنا أحب أن تفوز، وتعرف هذه الجملة كالتالي: أحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. إن حرف مصدر ونصب، أن حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تفوز فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر مصدر مؤول من أن تفوز في محل نصب ومفعول به. عزيزي الطالب، بعد قراءة الدرس غوة المدللة عليك أن تبحث في الأسطر النص عن أضداد الكلمات أحيانا، أقبح تواضع المساء. أيضا تستخرج مترادفان استخراجهما من الدرس، والكلمات أو العبارات تدل على غرور هو وكبريائها. أيضا تبحث في الفقرتين الأولى والثانية كيف يصف الكاتب هو وصفا خارجيا، وفي أيهما يصفها وصفا داخليا. وأيضا عليك أن تستخرج جملة تدل على الأخلاق العالية التي تحلى بها رفيقات غوة، وجملة تدل على تغيير في تصرفات غوة، وما التصرف الذي عبر عن غيرة غوة.
شكرا لكم أعزائي الطلاب، حسن استماعكم وتعاونكم.